سلام. تبيز ممكن يا جماعة نشاير شاير تبيز الرائد، شاير الراستا، الناس دي برضو قوية جدا على فكرة، بيحبوا يلعبوا قدام مستويات. تبيز تبيز شاير وشاير انا المستوى والنت عندي ماله انت كمان، عندك كلنا نشاير يا طب بقتك بس ما نقفش، وابو علي تبيز كله انت يقول عندك ما نص مليون نقفش تكبيسه يا اخواتي، نص مليون تكبيسه. مع بعض. يلا الدبل يا حبايبي، الدبل مع بعض على الدبل. الدبل يا شباب، الدبل. وتقتك بس ما نقفش. النت عندي في حاجة يا رجالة ولا تمام؟ 50 ورد. نت كويس. 50 ورد. هو 50 عشرة. مع بعض على الدبل. يا عم ايوه احنا يا رجاله، شهر وشهر ارفع ايدك. انا مكسوف 50 يا شباب يا فتحي. شكرا. مع بعض بالله يا عم ابو علي، انا مكسوف اللي انت عملته معايا. الله يعزك. افتحوا لنا الدبل يا شباب. جماعه كله يتشاف مع بعض. ابو علي مع بعض. العلوم الثانيه فتحي. اسرع يا شباب، اسرع. دعيتك بس خليه يرفع ايده يا حمد. بس حضر الحكم ده يشطب، خليه يرفع ايده. ارفع ايدك يا جاكسون، ارفع ايدك. مع بعض نشد كده حلو يا حضر عشان تعي التكبيس. انا مش شايف حاجه من النضاره. يا عم مش نضاره، ارفع ايدك. مع بعض. مين يا عم ابو هوب يا استاذ؟ الله يعزك والله. تكبيس مع بعض. قلبي يا عم ابو علي والله. ارحب يا بابا. يا اسطوره. حي يا قلب اخوك. حي. حيك حد. النت عندي ماله فيه. نت كويس، ما تشغلش دماغك، النت كويس. بابا باب يا عم ابو علي. عم ابو علي وقلوب يا شباب كله يتشم. اوه عم ابو علي كمان شك شر تكويز. هو انور فين يا اسطى؟ ضيف ابو علي يا شباب. شباب كل اللي في الكومنتات باور وقلوب، ضيف باور. شباب ابو علي وقلوب، ابو علي الاسد، اللهم لا حسد. شباب ممكن نشير اللايف كلنا نشير اللايف. شير لللايف. باور وقلوب كل اللي في اللايف دي باور، اللي بيحبني دي باور. وتكبيس نوصل نص مليون تكبيس الجوله دي. يلا يا شباب مع بعض، مع بعض. كفو يا رجاله. بص عايزين نشير. تقتك بس فين المستوى يا كريم؟ انا بقول لك هاتوا معايا عشان مستواه. شعر الرائد شعر الراستا كده تمام. شيل يا رجاله، شيل الرائد والراستا. اللي بيتصير يا شخص دول الناس اللي حالها تعرف اتصدق وتامن بالله. شيل الدعمين اقوياء جدا تمام. شعر الرائد ولا راستا. انت سامعني يا ابني؟ انت ما عامل لك ميوت. قولوا له فك الموت يا حافظ. سامعك يا كرم. انت عارف ان انا سمعك في حياتي سمعك عمري ما شيرت لحد، واقسم بالله بتكسف اشاير اللي انت بتقول لهم شيروا الرائد. عم ابو علي الكوره المستوى. يا رب يا عم ابو علي يتشبك في حياتي محبه بس، يكفي من غير اي حاجه يعني. انت كفايه وجودك عندي. حكم الاول يا جاكسون. قسما بالله وفريته وكل اي حد في لايفي ربنا يكرمه في حياتي من غير اي حاجه. رجاله باور الله يعزك يا صاحبه، ما حرمش منك يا قلب اخوك. اي حد اخواتي بيقعد في لايفي كل الناس اللي كبست يا رب. بالله عليكم كله تف. عم ابو علي ستين كفى كروام اللي عندك لسه يا شباب. عم ابو علي ما سدش، ربنا يخليك اقسم بالله. عم كيف. ابو علي كروان. نعم هتحكم مين؟ جولتين يا كريم. جولتين انا لعبت معاكم جولتين يا هاجر. انا لعبت جولتين. لعبت جولتين ايه؟ ربع من جولتين. تعالى انا لعبت معاكم. ده احنا ده كروان لسه جاي. يا ولد جديده يا حبيبي. يلا
يا كما يا شباب، انتوا عارفين يا شباب عم ابو علي ما بيتفش اي حد عنده، فده شرف ليا ان هو طيبني قسما بالله. الله يخليك يا عم ابو علي، وشكرا منك قوي اللي انت بتعمله معايا، اقسم بالله يعني انا مش عارف اقول ايه، اخ كبير ليا والله العظيم يا جماعه، حب اخواتي تا ليا انت بالدنيا ورب الكعبة يا كمان، الله يبارك لك. اه والله العظيم يا عم ابو علي، والله فعلا بيحسدوني لما بضحك. ربنا يخليك يا عم ابو علي، اقسم بالله شرفتني وعملت لي مستوى، الله يتمك في حياتي قسما بالله. اخويا الكبير الاسطوره، ويكفي اللي انت عملته معايا، ويكفي في ناس بتحاول توقعك معايا من صحاب المحتوى، وانت ولا على بالك قائد في حتة تانية، اقسم بالله في حتة تانية يا عم ابو علي. فبالله عليكم اللي انا اقدر اساعد عم ابو علي بيه، انما كله يطيب، تشرف ليا. قائد في حتة تانية مش بيطيب يا جماعة، يعني انا مش عارف اقول ايه قسما بالله. وكفايه اللي هو عمله معايا قسما برب الكعبه، يشكر 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 ويسلم ورب الكعبه. قرار انت عامل لي ميوت؟ اه كنت عامل عشان بكلم الناس عندي والله. طب انا بقى صعب عندي عليك، خلي بالك. معلش حقك عليا يا كريم. يا ايه ميرسي يا ايه حبايبي الدبل. الشباب الدبل كله يطيف ابو علي. شباب تكبيس، فاضل 20,000 تكبيسه يا شباب، تكبيس توصل نص مليون. قلب 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 قلب، افتحوا لنا الدبل، حد يبعت قلب. الله يعزك ابويا اقسم بالله. شباب حد يبعت لنا قلب نفتح الدبل. فتحي اي دنا ميوس عايشه، ميوس شده، ميوس قلب مية على طول. ميوس شباب نفتح الدبل، نفتح الدبل، نفتح الدبل، نشد مع بعض، نشد نشد، عايش مع بعض، عايش عايش. حياك يا ميوس. يلا يا شباب يلا. ضيف اخواتي الداعمين. بلاش الكلام. شكرا يا مرجوش يا حبيب اخوك. خلي بالك كفاله ايه السكور 27,000. بس عايش عايش. مرجوك يا مرجوش. عم ابو علي، عم ابو علي، عم ابو علي يا اسطوره. اخويا الكبير اللي مشرفني اقسم بالله. احكام جاكسون الحكم الاول. حكر ياسين اول حكم يا حكر. يلا قول. أول حكم هنلعب بقى أحكام قلبي يا عم أبو علي. أنت بتقول أول حكم يا حاكر، اعمل لهم ميوت تعالى لي، هتعملي ثلاث إكسات على وشي. اعمل لهم ميوت، سامعني يا جاكسون؟ جولة كاملة. جاكسون أنا معاك أيوة، سامعني. الحكم الأول كوبايتين، واحدة على الدماغ، واحدة مليانة، واحدة فاضية. قول أحكامك أنت. أول حكم هتقلبي مية في بعض زي ما كريم قال. إيه أقلب مية دي؟ تكبي ملح وتلج. الحكم الثالث ملح، ما بعملش الغساله لمده 5 دقائق. ماما ايه ما بتعملهوش دي؟ خلاص تطلع ترقص على الغساله. بتتكلم كده ليه؟ الحكم الثالث تعملي اكسات. طب بتنفذ ايه يا عم؟ حكم ثاني حكم تحط لي فلتر. ما انت بتنفذ ايه؟ طيب الحكم الثالث حط على وشك، حط معجون. حكم شوف شايف السكور صافي، تقعد تستخبي وانا عليك 10 مرات هاكر. اه نزل لي هاكر. في ايه؟ ايه؟ يلا نفذ. ادهن لي وشك. صحنا وبسيط. انت مالك انت مالك؟ عم ابو علي يا اسطوره. لا ينفذ. هتنفذ ايه؟ حط على وشك مع. يلا يا ماما نفسي. طب ما انت لسه قايل انا هعمل عجون دلوقتي يا جاكسون. يلا يا ماما. ماشي لو حته انت بتقولي وشك كله، لو مثلا الحته دي عادي، انما وشك كله صعب. طيب طيب هترجع تقف تحط ايدك ورا ظهرك كده يا عم ابو علي. كل الشباب انت ابو علي ما حدش يلا. لا بالوش الدار، لا بالدار، ايش الله يعزك. لا ما ينفعش، ايه المشكله؟ مش هيبان حاجه بايدك بس يا عم ابو علي يا اسطوره. بالجنب عادي، انما بالدار دي لا فيها هنا ليها. طيب طيب اقف جنب كده يا ربي، منك ما تتمنى. مفيش مشكلة. الأسطورة كله يتفق أبو علي وقلوبه وشه. مفيش مشكلة.
قلبي يا بنت الكويت. مش اهانه ده، انما اي حكم فيه اهانه ده. لا مش اهانه ده. حلو يا رجاله، ده ننفذه مفيش مشكله. يلا بينا، يلا يلا مع بعض. لا انا قايل لك فرتر ام سعروره. مين ام زعروره دي؟ ما اعرفهاش. لا انا هوريه لك يا ماما اهو. الجوف قلب اخوك باور دودي. يلا زعروره اهو. يلا نفذ يا ماما. بص في الارض وتشي من عليا يا محاكم. استنى طيب، والنت عندي بيعلق ليه كده يا جماعه؟ يلا يا جماعه شير، يا جماعه شير. طب والله احلى من الحقيقه. الله اكبر. بقيت شبهك. يلا بقيت شبهك. هاكر. بص في الارض. لا ببص على الشاشه. بص في الارض. شفتي شفتي الفيتشر اللي متمنشن لما بقول لك انت بقيت حلوه؟ ببص على الشاشه. طيب شفتي؟ بيان امني. تكبيس تكبيس تكبيس. لا انت تكبسه بنات. كل اللي انت لا احنا محكومين. يبقى انا اعصب بالتكبيس. يبقى انا اعصب بالتكبيس ونشير. طالما محكومين يبقى انا اعصب بالتكبيس ونشير. مع بعض وابو علي وقلوب. في قبضة رجال الامن. مواطن قام باطلاق النار في الهواء من سلاح ناري في مناسبة اجتماعية بمحافظة الخرج معرضا حياة الاخرين للخطر. تم القبض. عدة أشخاص ظهروا في محتوى مرئي أثر مشاورة لخلاف بينهم في مكان عام. كمان شيء. تم القبض. وفد من السورية قام بتهديد. يا كريم. رايد تجري. بص في الأرض، بص في الأرض، بص في الأرض. في قبضة رجال. يا عم انت اسمعني، رايد تجري أمن عليا. مقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبدو يحيى. قام بالتحرش بفتاتين. ورد 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 يا شباب. تم القبض. مواطن ظهر في محطه مرئي يعتدي على اخر بالضرب. حلو ده. يا مريم العقل افتح ورود. ارمي ورود براحتي. ورود اللي معاه ورده يرميها، اللي معاه ورده يرميها، اللي معاه ورده يرميها. يا جدعان الدبل ما يروحش عندي وعند عند كروان. يا شباب عاش. كفو 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 كفو. اقسم بالله. بص بقى يا باشا نفذ الحكم. يشطب يشطب الحكم يا رجاله. في ايه؟ ما تنزل ورده يا رجاله. في ايه؟ بص في الارض مع بعض. بص في الارض. بص تحت. في قبضه رجال مع بعض تتشد. يا ابني هاجر خليه يبص تحت. يا هاجر ما يلبسش الحب وكله يشوف ابو علي. عامل لي ميدو انت. يا ابو علي اللي عامل لي وسيم عبده يحيى قام بالتحرش بفتاتين. نشد ما كمل القبض. دم عليه. مواطن ظهر في محتوى مرئي يعتدي على اخر بالضرب لخلاف على افضليه السير. حرامي. تم القبض. حرامي. مواطن قام بتبريد مادة الفيتامين المحرك. مع بعض. مع بعض نشد عاش. تم القبض. اسرع اسرع اسرع. عاش عاش اللي عندك. نشد. تحتك بس ما يقفش. شباب جاكسون. بالله عليكم. يا جاكسون. عاش يا كريم. يلا يلا شاكسو كلم كريم. يا شاكسو هو عامل لي ميوت ليه؟ اعمل له كده. ما اعمل له مش عامل نفسه مش شايف. بص في الارض يا حكم يشطب كده عشان ينفذنا. بص في الارض. هو تمام مع بعض. لا انا اتفقت معاك الحكم. اتفقت معاك كده يا حبايب. قال ابو علي كفوا منه ريحوا شويه. حريحوا. يلا يلا شيء يلا شيء. يلا كمل عشان انفذ. اخويا الغالي ورب الكعبه. الخضوع لله وحده مش للبشر. انت بتعمل كده. انا ما قلتلكش اخضع. انت خضعت اول الحكم. افتكرت ان ما قلتلكش اخضع يا اسطى. بقول لك بص في الارض يعني حس بالندم. حس بالندم. طيب ما تبصش في الشاشه برضه. بص ما تبص قدامك. طيب
شباب نشتة شباب يلا نكمل مستني ايه يا حبايبي اقسم بالله شباب كله يشوف ابو علي يكفي وكتل الاسد عن تنا اللهم لا حسن يلا ابو علي وقلوب يا شباب تعالي يا مريم يلا يا حبيبتي تعالي تعالي يا مريم يلا انا خلطه اللي فكت لك البلوك يلا يا حبيبتي يلا شد ما بعد رجل عايش يلا يلا نشد يلا يلا نشد خليك عليك طقتك بس طقتك بس طلع عشان تنفذ تكبيس يا شباب تكبيس طبعا شد الشروة تكبيس حبيبي يا سيس نشد على فكرة تكبيسنا خايس قوي تمام اخر كولة اللي كايا كمان يلا شدوا يلا شباب 600 ألف تكبيسة أما أبو علي أسطورة عاش منك أقسم بالله كله يطيف ورب الكعبة أخونا باور يا قلب أخوك ملقوف دودي غايبة حضر كل إخوات حبيبي أقسم بالرب يا أبو علي أب الأول شيروا تكبيس يا شباب شيروا تكبيس كلنا تكبيس يا أبو علي أسطورة طب دلوقتي يا هاجر شدوا تكبيس يا شباب مع بعض 3000 تكبيسه إيه؟ الجوله دي ما هي من جولتين يا كريم في كل مره ايوه يا كريم ايه الربع من جولتين في ايه كل جولتين لو كسبتوا الجوله دي لو كسبتوا الجوله دي مره تعرف انا بلعب اول جولتين بلعبهم جولتين كده بلعب جوله انا بلعب ملاحي لا السايبه بلعبه انا وهو جولتين طب دلوقتي انا عاوز اعرف الراجل اللي انا بلعب معاه عامل لي ميوت طب ازاي اللي عملت معاه انت بتعمل له ميوت ليه يا شاكسون يا حبيبي بتبوظ اللعب يا شاكسون يعني خالد الشريف ارحب يا خالد ارحب يا خالد تكبيس يا شباب تكبيس ايه دلوقتي هو عامل لي ميوت يا خالد دلوقتي هو بيلعب معايا لعبه معايا يا اما ابو علي كله يشوفه وكفوا منه كله يشوفه ويكتب طمع ركز ايه انا اللي بحكمك لعبك معايا انا حتى كمان عامل ويت برضو للكروان وساب القمر بتاعنا شد عبد الله قطع فريق يا احلى منهم كلهم اعملوا له بلوك مفيش فيكش يا غلطه يا عم طب والله شد عبد الله رجاله ارحب يا خالد شد عبد الله يا جماعه افتحوا لنا الدبل قلب يا عاوز افتح الدبل انت بجد يا خالد على الدبل يا خالد اخويا خالد يا عدد انا قطر استنى على الدبل الواد كران ده عنده مستوى الكران ده عنده مستوى ما شاء الله بص يا خالد انا عايزك تعجبني عايز امسك الكران ده اجيبه من شعره كده تمام ابو علي رجع الكريم بس لحد على الدبل ابو علي على الدبل يا خالد بقى ماشي ما فيش رحمه يا خالد على الدبل كروان ترحمهمش كروان قفاز على الدبل الجوله دي بس خالد وما ندخلش تاني ارمي قفاز على الدبل دبل يا حبايبي دبل يا شد انت اتعورت يا اسطى المفروض كنت بترمي اول حاجه بما بعد كده القطار على قبضه سوبرمان قفاز يا جدعان قفاز خلوده عطيه خلوده عطيه شد تاني شد تاني ناس الف تاني ناس الف تاني خلوده خلاص بقى خلوه شباب ابو علي كله يتشف الاسطوره خلوده يا عم خلوه كده رميت 1088 899 نحسب كده على الاداء الحزمي شباب شكسهم ما يعرفش يخلط فيا بقول لك وش حوج خلاص فاضل لنا 200 تمام فاضل 200 كده شدوا تكبير اخويا مالك يا عم ولا شكسهم ولا حاكر ولا كلام اللي عندك باي كبسه اللي عندي كبسه حد مع خالد وبفضل الله تعالى هنعمل مبسوط حلو بص يا خالد هم كسبنا جوله واحنا كسبناهم جوله مكانس الجوله الفصل شباب شير وتكبيس شير وتكبيس كل اللي عندك كل دعوه شير وتكبيس شير وتكبيس تكبير وشير وتكبيس ابو علي وقلوب يا شباب ايوه يا ايوه هو طلع عاوزه تتكوسيها حكر بس يا اسطى حكر تتجوزني يا عم صح ده كمان شد ماله الواد مال يا ده كروان ياد راجل وسيد الرجاله ما هو باين ايوه
كما عن شفت بعدين اهم حاجه هذا جاكسون الراقص يكون ايه يكون ايه يكون طيب حنين جاكسون الراقص ايوه ويكون متصور مش عارف ازاي فاكر الصوره ابقى انا اشرح لك في التليجرام عندي تليجرام طب يلا يا كمان خش ياخد صوره جاكسون من التليجرام انا مش عامل زيك النبي عليه الصلاه والسلام القابل لساب الاحسان انا مش عامل زيك اقول لك ربنا يشفيك ويهديك على نفسك الجوله ما تروحش يا خالد يلا يا الجوله ما تروحش يا خالد خالد بص يا خالد عايز اقول لك على حاجه بس كده خلاص بص يا خالد بس وفر بقى فلوسك عشان ما كسبونا جوله هكسب منهم جوله كده نفس الجوله الفاصله كده جوله قصاد جوله تمام عايزين الجوله الفاصله دي بقى نعجبهم بلا عادي ممكن لو هم كحفلوا عادي يكسبوا الاسلام مين اللي رمت كمان لو هم كحفلوا هيكسبوا وهيحكموا جماعه نشد بس مع بعض خالد معاكم فاز يا خالد عالكفاز يا شباب ارحب ابو علي وعقوب يا شباب ارحب انت عامل كده عليك يا خالد يعني بس فوق قبل ما تتهور وتتنيم تضرب مع بعض ابو علي كله بس عايش ما قصرتش مع بعض ايوه يعني ايه كفاز انت لسه جديد في الدعم ايوه والله ابنكم كفاز والله ابنكم كفاز ولكم الدكتور بس لسه كفاز ده بيخلي عم ابو علي شكرا الدكتور خلاص يا عم كريم قلب اخوك ضيفوا باور يا جدعان وضيفوا ملقوف ضيفوا كل اخوات يدعمونا يا جدعان شباب ابو علي الطف ضيفوا كل الداعمين يا جدعان ضيفوا ابو علي ضيفوا الناس كلها يا جدعان بقول لك الكروان ما تحكمني انت كده عشان عمرك انت ما عطيتني احكام شوف الاحكام بتاعتك عامله ازاي ماشي اول حكم لا يا باشا احكمه معايا انت بتعرف لا 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 لا, لا سيبحولي سيبحولي احكم يا كريم احكم اقدر الحكم الاول اول حكم هتجيب كارتر تقط عليه وتحط له كوبايه ميه على راسك لمده دقيقه ونص تي قوله النصر مش هلعب تاني يلا تاني والتالت تاني حكم هتجيب ليفه وتتعك بيها ايدك لا ما فيش الكلمه دي يا جماعه لا عادي والله العظيم انا بعمله تالت حكم ماشي اوكي يا عم ابو علي قد التوني يا حبيبي يا محمد شاشاكر طبعا اخونا يا قلب اخوك طبعا وانت قد التوني برضه يا محمد حبيبي كماعه تشوفوا عم ابو علي والنبي بالله عليكم ومحمد شاكر عاش منهم والله مكبسين تالت حكم تالكم ملح يلا ماشي هجيب لي فقه دعك كم دعكه ما قلتش ما بنقلش لمده 50 ثانيه بس يلا يا عم انا لسه مستحمل امبارح حصل معلش نحميك تاني عادي هاجر الحكم الاول تتغزلي في الكروان صوروني الجوله تشي تطلع اكسبراور اكس ايه؟ اكسبرور يا كريم خلاص اكسبرور ايه مفيش منه كلام غير الحكم غير لا 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 انت سويت اكسبرور مش هتعمله؟ لا اكسبرور ايه؟ خلاص مش هنطلع اكسبرور طبعا اغيرهولك شيل كارتل اوكي شيلك شيل كارتل يا ترى هيجيب كارتل هيجيب كارتل قد كده تقول حليب يا لبن حتى عاوز حليب يا لبن يا كمان بس الدرس اللاكمه كروان بص انت يعني بتكلم واحد بيروس مايكل جاكسون تمام والله انا بضحك احكامي تحكي كلها ماشي الملح ده كله كم معلقه مفيش مشكله ممكن اكل ملح لا ما تاكلش ملح يا عم انت اوعى تمسك تلكايه بايدك بس ماشي امسك لك بس انا بصراحه انا ما عنديش انا عندي كيس لا كيس ملح لا يا كريم بص عمل ايه فيك تبوظ ايدي بص اقول لك على حاجه انا عندي كيس باميه ساقع امسكه عادي لا انت باميه تقعد تقف تبت قلبك يا شخص هاجر الحكم الاول كروان
خلي فيه خلي فيه اسلوب راقي في الهزار بعد اذنك. انا بقول شبه قلبك على قلبك، انت بتفهم غلط ليه؟ يبقى هجيب لك اثنين كيسين باميه كبار عشان بس ما عنديش مثال. ماشي يلا هاجر الحكم الاول. عم ابو علي اقسم بالله مشرف يا عم ابو علي، عندك في البايو ومحمد شاكر كله يشوفوا اخواتي قسما بالله. الاسم اللي انت مسجله بيك جاكر اسمه على راسي ده حكم. احكامي بتتنفس. انا بنفس الثاني الحكم الثاني على دماغك. خليني في الدوب الله يعزك. الحكم الثاني ايه؟ شيلي حل على دماغك. لا مش بعمل ده. لا تحكر الحكم. الحكم الثالث تندهي جاكسون 10 مرات ويرد عليكي بالاسم اللي انت مسجلاه بيه. بس البامية الثاني فين يا جاكسون؟ الحكم الثالث يا كريم حبيبي يا كريم تندهي جاكسون بالاسم. يا عم جاكسون ابو علي يا شمعة احنا عايزين نستنى كلنا. امسك بيتك التانية بقى. يلا قول حكم الدقيقة. تتغزلي في الكروان جولة كاملة. طب انت كده مديني حكمين لجاكسون. لا غيرني. انا ما قلت لك واحد لجاكسون. لا مش هقول ساعتك تتغزل فيا. وانا اكيد مش هتغزل فيك يعني، ده اخر حاجة ممكن اعملها ان انا اتغزل فيك. ليه يا حكر كده يا حور؟ تملكي جاكسون. والله تريح بس. يعني تتغزلي في جاكسون القمر عادي صح؟ انا ما بتغزلش في حد، لا انت ولا جاكسون. جاكسون هو اللي بتغزل فيها يلا. ايوه صح صح صح. يلا 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 يا ماما بابا باميه. يلا 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 يا هاجر غير لي يا كريم. الدقيقه تعدت بس يا جماعه وننسى ان الشت الشت بالله عليكم. نفذي ايه طيب؟ اقسم بالله ما عارف اقول لك ايه. تحرش خليها تحرش كده كده. ايه وانا جربانه زيك؟ طب انت انا 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 تتكلمش يعني انت ما تتكلمش في الحكام. لا السكور عندي انا اتكلم. السكور كله عندي. انت حكمت واحد يبقى تسكت. احكمك دلوقتي. لا يا عسل حكمت واحد يبقى تسكت. شد بلاصتك. انا يا بابا ايه السكور عندك يا حبيبي؟ عيب الكلام ده. انا وانت واحد. انت عيب ما تقولش كده تاني. اه السكور كان عندك الجوله اللي فاتت. ولو كل جوله عندك سكورنا واحد يا اسطى. واحد يا اسطى. يا عم انت هتشرب تعالى يا كريم. طب بص بقى بص يسوحك انت النهارده. طب بص طب تعالى بس. انت احكامك مش عجباني. هو ماسك بيد واحده ليه دلوقتي؟ امسك بايدك الاثنين. يا هاجر الحكم يا هاجر البايو عندك. لا كمان هنسل الف لفه واكلكم. ماشي اصبر. لا اصبر. الحكم الاول يا هاجر تكتبي في البايو زي ما قلت لك. الحكم كوله واحده. ها هلعب كوله واحده يا شباب. يلا خلاص يلا يا كريم. يا كريم دي البايو بتاعتي يا كريم. في ايه؟ قطعيها اكتبيها حروف. ايوه اسمعي الكلام يا هاجر. انا دماغي وجعاني خلاص. طب تورينا ودنك الجوله دي. ايه ايه لا يا كريم احكمت. لا يا كريم بره عنك يا باشا. هتعملي كده جوله كامله بعد. لا إذن. هي مبسوطه الله اكبر عليها. اه يا باشا دي ودن يا باشا. ودن اللي معايا دي ودنها ده. لا امسكي لسانك وقولي وقولي. ما تدخلش في احكام يا كروان. انا عارف انا بقول لك ايه. بقول لك حاجه اما كروان يبقى يخرس ابقوا ابعتوني. يلا انا نازله. بتقول ايه هي؟ استنى انا اللي ناسي. هي قالت ايه؟ شتمتني؟ يا الف يلا انا ما سمعتش برضه. هي شتمتني يا جماعه؟ بس ما دفعتش عنها يا جاكسون. يا ابني هي اللي شتماني يا ابني. لا ما شتمتش ما شتمتش. ما شتمتش. متسوحنا يا كريم وعمال تعمل كده برضه. لا حرام. هكر محترم وقدع. انا نسيت. بقول للتاني ما دفعتش عنها ليه؟ بس يلا 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 اجيب لك حد تاني ولا هتروح معاهم ولا ايه؟ لا حد تاني يعني. يلا. بس عيب يا اسطى هاجر عيب. هات ثواني نجيبها. عيتش عيتش. سالت يا اسطى. لا لا سالت انا وما قلتش حاجه. يا هاجر. هاجر انت مش عيب عليك لما حاجه ما لكيش حاجه. هما انت ما هو راجل ما اتكلمش في حاجه خالص معاك بيهزر. انت يا بني ادم انت.
نفذ اللي حواكم. وإلا حصل أنا حنسل أنا بقى يا كريم السبع. لا عليك. إيه بتاع فيها السايمة عملت عفية بس يكفي اللي أنا عملتها فيها وبعتوا بقى للصبح مش رايح لكم تاني. عاوزين الحساب ده يبقى مليون. فالنهاردة احنا عاملين حساب ده يوصل 200,000 فولور. يلا يا رجال انا يهمني الفولور. كروان دفع مبادرك من الحساب الجديد. طيب طيب حبيبي يلا يا رجالة احنا دلوقتي قلبك واحد عامل ايه؟ فاضل لنا 37,000 فولور يا جدعان ونكمل 200,000. 37,000 فولور يلا يا رجالة. مع بعض نشد كده حبايبي خدت حق. عاشوا رجالة. عامل ايه يا عم بحجر؟ تمام يا فندم. اللي ما عملناش فولو يعمل لنا فولو. عاوزين نكمل 200,000 فولور يا رجاله. ما انا كده كده حساب ده جديد بعد ما اخلص هيجي. جماعه ان الشت مان وغفش طاقتك بس. عامل ايه يا اخويا؟ يلا يا رجاله فاضل لنا 36,000. 36,000 فولور. تشوفوا ابو علي وتشوفوا فحت وتشوفوا محمد شرف. 36,000 فولور يا رجاله. ايوه عشان بعد كده محدش ماما هاتي لي ميه اشرب يا جماعه والله. 36 الامارات واللي منعه. ازيك يا باشا حبيبي اخويا ورب الكعبه حبيبي عامل ايه؟ كلت الامارات كبس الفنانه تكرم يا غالي. الله يبارك فيك. شكلهم مصريين يا بتيع. الله يبارك فيك يا غالي. يلا يا رجاله اللي ما عملتش فولو حسابنا الجديد. كروان لا انا هقتلك يا رجاله. ليه كده؟ انت ما حدش بيحبنا ولا ايه؟ تكبيس وشير يا شباب. يا كماعه اما ابو علي يوصل 6,000 يا رجاله تكبيس وشير يا فهد. ما انا عملت لك فولو يا فهد طبيب. شباب نكبس. يلا يا رجاله نكبس. يلا يا رجاله يلا يا شباب نشد. يلا يا رجاله فاضل لنا 36,000 فولور ونكمل ال 200,000 النهارده. يا الله يا الله يا الله. 40 ورده من 40 حساب. 40 ورده من 40 حساب. شباب نشد مع بعض يا رجاله. 40 ورده من 40 حساب. 40 ورده من 40 حساب. حبيبي يلا يا شباب. واضح ولا بعيد؟ عشتوا يا رجاله. جبتوا يا شباب قلبي يا عبد الله. عشتوا يا رجاله. يلا عشان انا عايز احكي يا عم ابو علي. الله يعزك اقسم بالله اخويا اللي مسافر. عشتوا يا رجاله. اكل كروان يا اسطوره فحت اخوات. شباب مش مع بعض. يلا يا رجاله كله تكبيس وشير. تكبيس من النار. تكبيس على الكفار. تكبيس من النار يا رجاله. ما زلنا فاضل لنا 36,000. 36,000 فور نكمل 200,000 النهارده يا رجاله. علي ومحمد كله يا رجاله 36,000 فور نكمل 200,000. واللي هيجي نرفع مستوانا. تكبيس وشير والدعم هيوصل الناس وهنوصل النهارده ل 200.5 مليون لو انتوا عاوزين. لو دخلنا في جولات قويه. يلا يا رجاله. يا عم ابو علي يا محمد الله يعزكم. يلا يا شباب فين الرجاله؟ مفيش يعني شاري يا شباب. فين الرجاله؟ ايه يا جدعان بس؟ شكرا شكرا لكم. هقول لكم ناس عندكم روح رياضيه. تكبيس يا حلوين. تكبيس لسه. الله الله يا رسول الله. اما ابو علي معايا من الصبح بالله عليكم كله يجيب. محمد بنورني يا قلب اخوه. مع بعض شد. ايه فحت المستوى تحت يا فحت؟ مش عارف يا كروان. مش مستوى. ماما ده تجيلي اشرب لصو. هاتي لي اشرب يا ملك لصو. فتح حوالا ماليش دقيقتين. انا دوب فتحت لك بعد تاني. شباب الجولة. شباب الجولة نشد مع بعض. على عم الدنيا يا عم على الطلاق وانت خورة. من غيرك. من غيرك يا الله. وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. من غيرك يا الله. يلا يا شباب مع بعض. من غيرك يا الله. ما مستوانا. ما نقفش. كمل فتنا يا هاب في اللايف. من غيرك يا الله. مع بعض شت شت شت. شباب الجولة. مع بعض.
الحمد لله. دوله مع بعض، خدوا مع بعض حبيبي. احنا بنزل الشباب بالله عليكم، تشوفوا علي ومحمد والله جدا حبايبي، اقسم بالله الله يعزك يا عم ابو علي اسطوره. انا غيرك يا الله. ايه انا بحكك مستقبل وكده، رايح كده ليه؟ لا انتوا ضوء بالله، انتوا نزلتي كلها على بعضها، انتوا بتقولوا ازاي يا جماعه؟ هو عم ابو علي ايه ده؟ قال لي عم ابو علي عم بحكي عم بحكي. انا بكلمك يا عم بحكي ادفع تيست. احلى شعب الزلزال ده ولا ايه؟ بوم 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 كعبالة، ورب الكعبة كعبالة. مسموح مسموح، هو كده كده الرباع من كولتين. تعالى لي يا كروان. لا يا ماما، الرباع من كولتين. احنا ما قلناش، احنا ما اتفقناش. لا مين اللي علمنا دي؟ كولتين. انا شكرا شكرا شكرا. الاقصى وبحكت، ما بيلعبش احكام اصلا. احكم عليك انت، ما بنلعبش احكام. ماشي، سامحيه يا فهد، سامحيه سامحيه. لا ما تسامحنيش كده كده، الرباع من كولتين معروف. اسامحه ايه ده؟ بيقول لك هيحكمنا انا، انت ما بتلعبش احكام. يا شكرا يا عم ابو علي. يا عم انا اخد الجوله دي بقى. يلا رجاله كله يشوف الله يعزكم. تكبيس تكبيس، فحت الاطار العليا يا اخويا. يلا رجاله مع بعض يا شباب، مع بعض يا شباب، مع بعض يا شباب. نشد الجولة دي ما ياخدهاش مننا، نشد بقى مع بعض كلنا كده وقفة رجالة مع بعض. يلا رجالة حبيبي يا محمد، شباب مع بعض مع بعض. عايزين نغني، عايزين نغني والله. وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. يلا رجالة، التصويت التصويت يا شباب، اربوا في التصويت. في تصويت يا جدعان، ارموا على قد ما تقدروا. شباب نرمي ايه مع الدبل؟ على الدبل، نفتح الدبل مع بعض ونرمي على الدبل يا شباب. ايوه لولا ابو علي كنت كسرت كل الكوالات فعلا اليوم، الله يعزه اخويا ومشرفنا كده. شباب مع بعض في الجوله دي، عايزين الله يعزه اقسم بالله لنا مع بعض، يعني 500 واحد. شباب ابو علي لسه ما وصلش يا شباب، شوف ابو علي وشوف محمد شاكر. ورد 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 عاش، قلبين وعشر وردات. قلبين يا رجالة، قلبين يا رجالة. شباب عاش ابن ليبيا، ارحب يا ابن ليبيا. قلبين يا رجالة مع بعض قلوب. استنوا كده انزل لكم كمان شباب، نشد شباب مع بعض. وصلتكم يا حلوين. لا اله الا الله. شباب مع بعض ما نقفش. انتوا معكوش ورود يا شباب، تدخلوا في الصحاب يا علي يا محمد، الله يعزكم والله العظيم. يا شباب نشد مع بعض، شباب مع بعض. خلي الجوله الشباب والله. انت يا محمد وعم ابو علي الله يعزك. يلا يا محمد يا ابو علي الله يعزك. ابن ليبيا انت تاني مع بعض. يلا يا رجاله يا عم ابو علي يا محمد الله يعزكم. راحت خلاص. طب انت عايز ايه يا هاب؟ ما تستحقش تعملوا اي حاجه. محمد شكرا ليك، عم ابو علي اللي معاه من الصبح. شوفوهم يا شباب. قلبي يا ابو علي ليه كده يا رجاله؟ خزيته بيه يا محمد والله ما قصرت. يا عم وانت قد الدنيا والله. طب تكبيس يا جدعان، تكبيس يا جدعان. أغاني حماسية يا كروان مع بعض تتشد. بقول لك أغاني حماسية دي. والله ربك ربك كريم وقادر على كل شيء، أسد يخلص كل حاجة. الشباب مع بعض. عم أبو علي
يا محمد شكرا لك كله يتفهم يا شباب حبيبي يا محمد شاكر يا محترم وانت قد تكون عم ابو علي شكرا منك شكرا شكرا يا أسطورة يا أسطورة يا أسطورة من غيرك يا الله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تنقول يا الله من غيرك يا رب مع بعض يا رجال ما تفقدوش الأمل الله يعزك يا أسطورة يا أسطورة ما تفقدوش الأمل يا رجالة خلاص يا عم بحجد احنا حلو البابا قلبي يا عم ابو علي الله يعزك أسطورة ورب الكعبة يا رب ابو علي يا الله محمد شاكر قلبي يا محمد شاكر اسد يخلص المسائل يا جدعان انا عاوز اوصلك والله مع بعض الشباب في الجوله ناخد يا الله اما بعد شكرا شكرا يا قلب اخوك الله يعزك يا الله جلافز جلافز طيارات طيارات جوه الجلافز وخلص بص 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 طيارات 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 بتلعبوا كعبان اخر 13 ثانيه اخر 10 ثواني يا رجاله اضرب من الجلافز وارمي 10 ثواني ما ياخدش الجوله مننا اضرب من الجلافز وارمي يا باشا اوب شفتوا 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 اللعب شفتوا اللعب يا كروان دي جعفال انزل يا كروان يا الله انت ايه الشغل بتاعك يا بحكت يا عم يا عم بهجت عايش من غيرك يا رب عايش يا عم بهجت عايش من غيرك يا رب خلاص يا يلا يا ماما انا هنسل انا يا بتيعة ماما دي في البيت ماما دي في البيت طب يلا يا رقصة طالما ماما في البيت يلا بص ما معهاش احترام ابدا يعني انا بقول لها يا ماما بحترمها وبقطرها بتقول لي ماما في البيت طردت واحدة محترمة عليا بتضحكوا على ايه يا جماعة طلع عاوزة تاخد لقطة عشان الكولة تتصور وتنسل والكلام ده طب ليه يا بنتي كده يا بنتي خلاص يا كمان افصلوا تحكي يا كمان مش عارف ايه الشكلانة والله عم ابو علي محمد شكرا شكرا الله يعزكم اقسم بالله ما قصرتوا معايا عم علي خلاني توب الابليكيشن قسما بالله حرفيا مساكتة عاملة ايه؟ ايه كروانة عامل ايه؟ والله كويس اعتسر مني عشان انت شتمتني قدام الناس اولت امبارح انت اللي غلطت الاول لا انا بضحك بعت اسمك عليكم السلام عشان... ازيك يا كروان ازيك عامل ايه يا كروان ازيك يا روش عامل ايه يا حبيبي انا اللي بحبك قوي يا قلبي امين ايه؟ هتدخل مين الحمد يا اسطى يلا كده ناخد جو زوجي كده وننزل عشان اطلع لك فرداني تاني يلا كده هتصبحوا مع بعض والعبوا الجيلي لا نلعب زوجي واحدة الأول لسه داخل حالا استنى نلعب زوجي أيوة يلا هلعب أنا ومساجدة وهاتلك واحد كده عشان تكسب ماشي تمام يلا مساجدة حركي الناس عندك مع بعض بتاعتك يا جدعان قلبي يا لارا نكسب يا جدعان هجيب لكم مروة الشباب مع بعض بعد تلعب ورفضت والله تيبي كفاز يلا يا شباب مع بعض شوفوا هتجيبوا من الرابع لا جيب انت يابا ماشي يابا ماشي تمام قلبي يا قلبي جولة واحدة يا كروان جولة واحدة ها جولة واحدة بحكم واحد صح مش جولتين تمام ماشي عليكم السلام السلام يا فهد عامل ايه تكبس يا شباب عامل ايه يا مساجر فهد يا حبيبي عامل ايه ما تعمل الصوره دي يا فهد ما تعمل الصوره يا فهد رقم في اللايف ايه هيعمل في الصوره ايه معلش لا بقول لك اطلع ما تطلع بوش لا ما بيطلعش مفيش هدوء عندي ما بيطلعش يعني ايه ما بيطلعش مش فاهم هو فاتح قاعد شويه كده بالحب معايا قاعد في البيت فمفيش بس بس اقعد انت ساكت اقعد انت ساكت بقول لك يا فهد عامل ايه والنبي يا فهد منور الشاشه خلي بالك ما جاش ما جاش عشان اعمل لك الفيديو هو اللي ما جاش نام كروان اللي ما جاش صح
اهو اساله. هقول له يا ايمن هقول له. يلا يا جدعان يلا عشان نكسب قرار. يلا نبص على الشاشه. شد يا شد بالله عليك. لا وانت يا اسطى بالتنافس ده دي جوله احنا بنخلص معاه فيها. تنافس والله العظيم ما تعرف تاخد ربع جوله منه. بس يا ابني ريح يابا. ما تخد منك ايمن ده بالاول. الابلكيشن اللي حارته. حبيبي محمد شاكر عم ابو علي كله يطيف. بتقول ايه يا كرام؟ طب الابلكيشن. لا انت افرح ايوه انا افرح لك افرح لك اما تبقى توب افرح. اخويا وربنا. ابو علي وقلوبه محمد يلا يا جدعان يلا يا جدعان ندوس على الشاشه يلا نكسب ارفعوا من سكور شويه ايه ده عم ابو علي يلا يا جدعان والله العظيم انت عارف الدنيا يا قلب اخوك محترم قوي يا محمد الله يبارك فيك تكسب ان شاء الله يلا يا جدعان بفضل الله هنكسب يلا مع بعض 27 77 74 واحد 74 نتيجه نتيجه 74 ورده اللي هيبقى ورده ليه توب هتيجي 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 ان شاء الله حبيبي احمد يا علام هتيجي والله والله نقطر نقطر من اشخاص مختلفه وارد وارد يلا يا شباب يلا مع بعض رامي بالله عليك احمد يا علامي قال لي سكور انا اقسم بالله نقطر 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 عاش اسرع يلا يا جدعان عاش عاش يلا يا جدعان نشد شويه في ايه حبيبي يا شباب والله العظيم عشيت ان شاء الله ان شاء الله اقسم بالله نقطر عاش اسرع قال لي عم ابو علي ورد يا شباب ورد شباب نقطع يلا يا اخواتي فاضل 30 ورده يلا يا اخواتي تنبيتوا شير يلا يا شباب مع بعض لا 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 حبيبي قاضي يلا يلا لو ما جبتوش خلاص عادي عادي معلش عاش عاش عم ابو علي محمد شاكر منيره بص السكور يلا بص السكور عاش نار عاش قاضي مريح يا شباب والله مريح بصوا عنده كام في اللايف ما شاء الله ومريح معرفش تكبسهم في ايه والله يلا 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 يا اخواتي تكبسوا شير مع بعض شدوا يا اخواتي تكبسوا شير مع بعض يلا عاش عاش اسرع موفي ال 20 ثانيه اسرع يلا يا جدعان يلا 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 ندوس يلا ندوس يلا يلا يا شباب مع بعض اسرع 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 مع بعض يا شباب يلا ان شاء الله علي 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 يلا يا شباب يلا عيش مين مين اسرع يا شباب بس على الشاشه علي اللايف شباب مع بعض قلبي يا عم ابو علي كفاس يا شباب كفاس يا شباب يلا ربنا بحبك يا صاحبي وانا لسه قلبي يا حمو يلا يا جدعان يلا ندوس يلا ندوس يلا ندوس ليكو حبيبي يا محمد وعم ابو علي تاني حد علي علي اللايف يلا يا اخواتي يلا 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 عايش لسه 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 فاضل دقيقة 50 ثانية نيجي يا مصر ثانية مع بعض ثانية يا عالمي يلا 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 مين هيخلص بس ندوس ندوس اقسم بالله يا عم ابو علي ما قصرت ويا محمد شكرا ليك يلا يلا ندوس قاضي قاضي عادي 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 يلا يلا يلا, يلا, يلا. محمد شاكر شكرا لك يا علي يلا يا اخوات وعم ابو علي ما قصرتش تفهم يا شباب اخر ثانية اخر ثانية اخر ثانية يمين علي الزمن انا اللي بتحب من غير ثمن عمرك ما بتبان يمين علي لعب يلا الجولة الثانية يا اسطى احكامي عاش محمد شاكر عم ابو علي يا اسطورة اللي مشرفني اقسم بالله عاش منكم كله يتفهم عاش الجوله كروان عاش الجوله كروان اخواتي اللي تحت مش عارف اقرا الاسامي انا اسف سلون تيتو كروان قايلين من كوله واحده عاش
ماشي. انا بقول لك اهو قبل ما نقول جولتين عاش الجوله، ده رقم واحد. رقم اتنين يلا جولتين، يلا يلا نلعب جولتين احنا رباعي. لا ماليش دعوه انا قايل لك من جوله خلاص يعني ننزل. لا ما تنسلش في احكام تنسل فين. ايوه ماشي، في حكم تلعب جوله تانية قول لي. لا مش هلعب انت نلعب عاد نلعب تاني بس احنا قايلين. طب بتهري ليه؟ ما انا بقول كده بتهري ليه؟ نفس احكام فاضي. قول يابا قول يابا هتعمل ايه؟ طخت 35 مره ماشي. واحد تاني حكم هتشد السلسله تبع اربع حتت اللي انت لابسها. رقم اتنين. رقم تلاته بقى صباح الفل. لا ما هو رقم اتنين ده يعني ده الغيه عشان دي سلسله ده بحد مديها لي هديه قاعد بيها يومين وهقلعها فخلي عندي ضبك دم. ماشي 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 يا حلاوه. رقم اتنين ماشي. ده انا حنايم ترفع ايدك كولة كاملة فوق. ماشي تلاتة. رقم تلاتة تحرش طريق كولة كده احكام سهلة وخفيفة. ماشي خلاص هعمل الضغط. وانت يا فهد مساجدة وانا بعمل الضغط شوف الحكم التاني وبعدين ما اخلصه. ايه؟ مشهد تمثيلي لوحدي. اول حكم، تاني حكم. تاني حكم تغني. محمد شاكر شكرا يا قلب اخوك، وشكرا لك يا عم ابو علي قسما بالله ما قصرتش طول اليوم. عم ابو علي وقلوب يا شباب. في الكومنتات عندي عاوزين نسمع صوتك في الغنى. غنى هي بتعرف تتكلم. رايح بقى تاني انت تيجي معايا تاني. انت يا انا بلعب اهو. انا ما كلمتكش اصلا. ام ساجده عند الكومنتات كلها عاوزين ام ساجده تغني، عندها طبقه صوت عاليه ما شاء الله فعاوزينها تغني. طب عايزين تسمعوا ايه؟ قولوا لي وانا اسمعكم. على ذوقي. هتموت مني، هتموت بتتغاص مني يا كروان. انا وحياه عيالك انا. اصلك اول ما قال لي غني وشك نزل الوان. ايوه هتبقي مطربه انت مثلا عشان تغني. طب ايه هو انت ما انت هو انت هتبقى مطرب؟ هو انت لما بتغني بيقولوا لك انت هتبقى مطرب؟ حبيبتي انا عامل ستريتش الله اكبر ورايح وراح اغني. اه رحت تغني فين؟ ما سمعتش عنك. بس عشان خاطر ده هو يلا يلا احكم يلا. ايوه احكم يا فحت. تحكم مين يا عم؟ اغني على ذوقك يا مسجد. تكبيسه حلوين. ايه يا عم مشهد تمثيلي يلا سامع. لا استنى لا تغني، انا بعوز اتغني. عايز تسمع ايه يا فهد؟ على ذوقك يا مسجد. حاجه فيها طبقه صوت عاليه كده. يلا يلا ندوس يلا ندوس. اغني له ايه؟ طب يا اخواتي ما اعرفش حاجه تكون حافظاها قولوا لي. طب اغني ايه؟ اقسم بالله يا ندم يا عم ابو علي حرفيا اخويا وحبيب قلبي. شكرا الله. يا ندم يا ندم ويفيد بيه ويتعمل ايه؟ وش اصفر يا لوش الحقني. هنكسبه الجوله دي بفضل الله. هو انا كلمتك؟ ياد وشك باين عليه صفار. يلا ندوس يلا ندوس يلا ندوس خلاص يلا يلا يلا. بعد اذنك بعد اذنك غني واعملوا له ميوت. ما انا غني كده يا فحت. لا هم الفنانين كده بيغيروا من بعض. يمكن نكتشفها يا عم. سيبها اديها فرصه يلا يا جدعان. الدبل غني يلا بصوت حلو. ما انا بغني اهو. ويفيد بيه يا ندم يا ندم. انا هبيع التليفون بكره يا عمي. ما تخليهاش تكمل انت. تعرف يا لوشا بيتغاظ مني. اصبر يا في ايه يا اسطى انت يا اسطى؟ اعمل له ميوت. اعمل له ميوت مش كايم معايا. يلا عشان الجو هيضغط عليا يا شباب الطبل عشان هو مش مستفز. يلا يا جدعان يلا حبيبي يا كامبا. ده انا سكت ورديت 83 جاي اكسب كروان الجوله دي. ده حكم يا جدعان. مع بعض نشوف. انت كبسته انت كبسته. قال يا عم بقى الطبل كده مش هيف. عشا كامبا او كامبا يا اسطى. الطبل يا شباب بعد يا لارا كملي بقى. غنيت والله ان شاء الله بفضل الله بفضل الله مش هنحتاج الضرب. اللهم انصرني على كروان. والله صوتي حلو ان شاء الله هكسبك. سبعتك بيه
محمود خليفه مع بعض مع بعض عاش خليفه يلا يلا تعالوا عاش يا اخوات يلا احضروا الاسيوط مع بعض كفار يا شباب عشان هديك على وشك في الجوله دي بفضل الله كفار حد الشرف يشيل على وشه انا مت الابلكيشن كله على وشه يا عم رايح انا حضرت بقى لو الابلكيشن على راسي ما حد عرف ياخد فني في ستر رب يلا يا اخوات الجوله دي بتضمن يا عم ابو علي شكرا منك وقلبي يا طب محمود شوفوا اللي عندي يا شباب عايز اخواتي اللي عم جلوش مع بعض فاصل بابا على كفاس والنبي يا عم ابو علي الله عادي عادي حاجه يا جدعان يلا يا جدعان مع بعض يا شباب عايز خليفه بعد الجوله شوف مين اكتر حد بيكبس هطلع بس عندي انتوا عارفين في هذا ازاي يعني كده اخواتي اخواتي حاليا بشوف على الشاشه مين بيكبس مع بعض خليفه يلا يا اخواتي ده تستعبط مع بعض اس تحرك بس يا لوشا نشد شويه يا شباب يلا يلا يا جدعان وين يا اخواتي عاش يا اخواتي عبد لوشا عاش والله وقع هو وقع لا ومين اللي وقع اقسم بالله ما وقع ابدا طول ما يلا يلا مع بعض يلا يا جدعان يلا يا اخواتي يلا يا اخواتي خدوا بالكم من الجرافه هو بيتعصب اهو بدا يتعصب اهو بدا حواجبه مع بعض مع بعض بدا يرفع حواجبه عاش يا كومبا يا بطل عاش اخوات عاش اخوات عاش اخوات هو هو المحل الشباب اخويا اخر 30 ثانية على كفار ابو يوسف اطفالة يا شباب قلب يا محمد شاشات يلا يا جدعان ما نخسرش الجولة دي يا معلم مش طايف عم ابو علي يلا مع بعض واتي يا اسطورة لسه 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 والله ثانية ان شاء الله بتاعتنا عشان ما قلتش ان شاء الله هاخدها لا ان شاء الله هاخدها لا ما قلتهاش ما فيش الكلام ده هاخدها برضه تاني ما قلتش ان شاء الله ان شاء الله هاخدها يلا يا جدعان شباب مع بعض وقع حبيبي يا محمد شاكر لا انت مطرب اخويا يا عم قلبي يا عم ابو علي كفاز يا شباب قلبي يا بنت فاضل 20 ثانية 20 ثانية كفاز يا شباب قلبي عادي عادي يا رجالة عاش كم عاش كم بابا مع بعض مع بعض كفو مالك يا بابا شباب الجولة تشيك تعالوا يا تعالوا يا مع بعض شباب الجولة عاش كم بابا تعالوا يا تعالوا يا عاش عاش عادي عادي ولا اي حاجه عادي 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 اللعبه مكسب وخساره كده ايوه في جوله كمان يا عم ابو علي اللي معايا من الصبح هو كان زي ما هو البطل اخوان اسطوره مصر يا عم لحظه يابا براحتك يا ابن اللعيبه كومبا التعليقات كلها ابو علي وقلوب الاسطوره محمد يوسف. شاكر شكرا يا قلب اخوك اخواتي هو هو كومبوس ان هو اخويا يا اسطى اخواتي تطلع مع بعض عاش يا محمود يا خليفه يا ابن اللعيبه مع بعض عاش يا ادم زيزو عاش من الكل اللي عنده عاش اخواتي كلهم تجفيز وتشهير عاش يا اخواتي جماعه مع بعض مع بعض مع بعض مروان نعم ايه رايك؟ عسل يا روش الاسد حضر ولا ما حضرش؟ عادي ما انا هنيتك يا اسطى الجوله اللي فاتت صح؟ اتعلم ما انا كسبت كروان. يا كروان لا. انت حكمتني الجوله اللي فاتت يا لوشا قدام الناس كلها لحظه يا فهد لا ما فيش حكم الناس ما فيش حكم انت قلت جولتين يا لوشا انت قلت لا ما انا اقصد لحظه واحده انا قلت ايه يا كروان اول جوله كل جوله نكسبها بحكم يعني لا انا حكمت لا الجوله لا 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 ما اتفقناش على الجوله لا اتفق على كده لما انت حكمت وما رضيتش بكلمه انا بكلمه اول مره هو اللي اتفق يا كروان واحده واحده ايوه انا لعبت اول جوله حضرتك كسبت قلت لك حكمتك عشان انت اللي قلت تاني جوله ما اتفقناش لا تاني جوله هنلعبها برضو مع بعض انا حصل نصيب وكسبت لا سيبني احكم حكم قدام الناس مش عايز ايوه لو كسبت بقى لا ما انا كسبت الجوله دي احكمها لا ما فيش كده كروان طلعت عليها فحت والله ما فيش كروان عايز ننزل يا اسطى الناس تزعل عايز ننزل قول لي هتخليني احكم ولا لا
انا مفيش احكام نو احكام. انت بتحور يا كروان، بتحور يا كروان. طب اسال الناس واللي تقول. اسال ايه يا كروان؟ انت لعبتها من اول جوله، احنا مالنا بالثانيه كروان حبيبي. ما عشان هو اللي قال، ما هو اللي قال على اول جوله هنلعب جولتين. اتكلم انت يا مساجد. اتكلم انت وسبيح هو يوم. اتكلم يا مساجد، يلا اتكلمي مع كروان. ايه يا فحت ايه متخانق ولا ايه؟ ده حكم خلاص. طيب خلصي مع احمد. يلا يلا يا ها يا اسطى، هنحكم ولا ايه؟ قول احكامك. انا مسامحك. ورب الكعبة مع الشعك قالوش حتة سكر. يلا نلعب جولة دي. مساجدة سامحي فهد. مسامحة فهد من غير حاجة. عسل يا موسى. أخويا طعم. انت على حتة سكر يا لوش. الانتصار طعمه جميل في التسامح. أيوة صح. لا انت عليك عقل يوسم، نفسي أتعلم منك. معلش يا وسط. لا مش على مش المجده بنت اللعيبه. يلا نديله دي كمان. يلا اخر واحده. يلا جوله يا شباب من الشت. يلا بسم الله. عشا كم بقى خلاص يا كمان. قلت انتوا قلتوا يحكم قلتوا الف سماح خلاص. بعد الجوله هوزع هدايا اكتر ناس كبست مع بعض مع بعض. والله جدعان تكبيس كله يكبس كل يلا اللي مساجده. عندي يكبس كله يلا يا اخوان. اخواتك عندك في سكور. قلبي يا اخواتي عندك سكور. يلا يلا يا اخواتي. يلا بسم الله. يلا يا شباب مع بعض مع بعض يا رب مع بعض. لا عشان نحكم عليك. دعيتك بس دعيتك بس نفوق كده على التخفيف. عشا كم بقى بطل تكبيس يا خليفة يكرم. يلا نشت يا شباب نشت. يلا وصوتي صوتي راح. الله يخرب بيتك يا كروان بحواجبك دي. هتيجي التلات يا اسطى ولا مش هتيجي؟ هحكي لك اقسم بالله. بس انت هتجيب سايس. انا مش كاتب. بحبه اعمل ايه طيب؟ بحبه هو مجاني. لا هتجي إيه؟ خلاص ابقى اكلمك وقت اللايف. ماشي ماشي انا جمعتك جمعت. الله اكبر عليك نشيت. شباب يلا يا اخواتي تجبيس من النار. تجبيس وشير من النار يا عم ابو علي معايا من الصبح. الله يكفوا يا اخواتي. والله العظيم معايا من الصبح. الله يعزك. والله يا اخواتي الدبل الدبل شباب مع بعض مع بعض مع بعض مع بعض. احمد عالمي مع بعض. يلا اوف 550 ايه ده؟ جوله دي جوله مع بعض. قلبي يا محمد مع بعض. ايد واحده يا شباب. هنفتحوا ايد واحده يا شباب يا حبايب قلبي. مع بعض. عاش 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 يا فهد. ايه بعد انت يا فهد عن الحرب دي بعد يا حبيبي يا عم بعال. الله يعزك يا فهد. انا شاكر والله ما قصرت. شكرا لك يا قلب اخوك كيرو. عاش. يلا يا اخواتي يلا يا اخواتي كله يكبس ويشير. كله يكبس ويشير مع بعض. يلا الجوله دي بتاعتك. عاش عاش يا يوسف. عاش السكور ده. عاش السكور ده. عاش ساعة تكبير. عاش يا سمدوني. قلبي يا ابو علي. يلا 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 بستر ربنا لاخر ثانيه. كسب نقول له مبروك. كشخ تكبير يا اخواتي. يلا يا اخواتي ساعة تكبير صعبان. اسمك ينحصر. اخر جوله اخر جوله يا جدعان. ها اخر جوله. لو دار وقته يا خيار. مع بعض دعيتك بس ما يقفش. يلا 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 دوس 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 محمد يا محمد. يلا عاش عاش. الله يعزكم قسما بالله رجاله. لاخر لاخر ثانيه لاخر ثانيه. يلا يلا يا عم ابو علي يا عم ابو علي. دوس على الشاشه دوس على الشاشه دوس على الشاشه. لسه قدامنا دقيقتين. الله يعزك. لسه قدامنا دقيقتين يا عم ابو علي يا اسطوره. يلا يا اخواتي دقيقة و30 ثانية. يا فهد يا فهد انت يا فهد احنا قلنا بره انت. يلا يلا ندوس يلا ندوس يلا ندوس لاخر ثانية. ايه؟
معلش سخنت له الدنيا، انا سخنت له الدنيا اخويا كروان. لا الاساطير الاساطير اخويا كروان احبوا لي الخير برضو. الله يبارك لك. مش اللي عندك اللي بيلعب كعفله. انا مش مقافل، انا شغال من اول الجوله يا اسطى. الرجاله شغال متعفنين وخلاوه امي متعفنين. اسال الناس اللي عندك. اسال الناس اللي عندي ايه يا والله. أنا من اخر دقيقه وانا فارق سكور عندك من اخر دقيقه. صوتي راح. يلا يا شباب مع بعض. يلا عايش 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 عادي، مفيش يأس مفيش يأس. الاخر ثانيه مع بعض نشد بالله عليكم. مع بعض عم ابو علي طالما يحضر الاسود. ما وصلش يا جماعه فاطله 300 اللي يشوف ابو علي هتشوفه قسما بالله. فاطله 300 يا شباب. يلا ندوس ندوس. يلا عيش عيش. يلا عيش. الله يشرف عليكم جميعا يا حلوين. يا عم ابو علي يا اسطوره الله يعيش. تفوا يا شباب. ومحمد محمد شاكر اقسم بالله احسن مخني في مصر بيقولوا لي اهو على الواتس. مخني كبير وحلو ربنا يسيتك ويكرمك. وتيجي نعمل تويت انا وانت يا اسطى. ايوه كان ايوه يا عم لسه بعمل تويت وهعمل تويت معاك والله. شرف لي يا عم. وحكيم المساك تعمل بقى تويت برضه. عاش يا كروان اخواتك اللي عندك. عاش الجوله. عاش عاش من اللي عندك انت كمان والله العظيم. مبروك يا عم عاش. يلا يا كمان هنسل ام ساكته حاجه بس بسيطه مش هحكم عليك الا حكم بسيط. تقولي يا كروان يا مشاكل حقك عليا انا ما عنديش مستوى قدامك. كروان اجري يا كروان. مش المفروض يا ابني احنا قلنا يبقى عندنا اصول يا ابني. بيموت مني بيموت مني بيموت مني. مسامحينك الجوله اللي فاتت. خلاص تحكم عليها. تحكم عليها ينفع. انا بضحك معاه يا عم لوشا. ماشي يا جميل يا اسد. ما تبقاش تقفش كده يا لوشا. بقى طب بقول لك هم سامحوا صح؟ احنا بنضحك بنضحك يا فحت والله. قول يا فحت. احنا بابا بنسمح. عاوزين حتى تفاك امين. عايز ايه يا اسطى قول لي. مشهد تمثيلي مع بعض. ايه يا كروان مشهد تمثيلي. يلا يا مساكته حلو والله. يعني انا مسامح الجوله اللي فاتت. يا فاضل انا سامحتك الجوله اللي فاتت. احنا نعمل مشهد. طب مش حكم تعادي. انا عايز بعرف بعرف ماشي يا مساكته بعد كده. انت تامر يا فاهوده. تعال بقول لك ايه يا مساكته. مساكته اعملي المشهد. ماشي اعملي لهم الحكم ده. تعالى تعالى نضحك. احنا بنضحك من خير حكم. ماشي يلا. ام ساكته رحت اجيب لبن ال 50 كيلو وقعت مني. ايه الحل بقى؟ بقول لك ايه انت مطلع اختي بقالك انا لوشا هي التشالنج نسيته. بيقول انت مطلع اختي بقالك 3 شهور. انت مطلع اختي بقالك 3 شهور. انت مطلع اختي بقالك 3 شهور واخد لنا البنت ومش عايز تديهالك. احنا هناخد البنت تقعد معانا اسبوع. واتش ماشي كنت وقت. بقول لك ال 50 جنيه طاعي. قول لي لا اعمل المشهد اللي انا عاملاه. كمل بقى انت جاموسه ما تنفعش بقى. كمل المشهد. انا مش المشهد كان قدامك. مالها الواد ده؟ ده انا عاملاه انا وانت المشهد ده. بسرعه بخاف على اللايف انا. نعم اخويا. بتخاف على ايه؟ على اللايف بيتحسر من اي كلام. كلام مين ده؟ انا عامله المشهد ده انا وانت. انت عبيط. لا ممكن انا الكلام اللي اقوله هنا يعتبروه اتساعة. كلام ايه يا كروان؟ انت اكتر انت واحد على الابلكيشن بتدرع وتشكر على الابلكيشن في عندك في البتاع. لا لا ده تدي يا كروان. والله جدع يا لوش. ده انت من عندك من الاوضه دي. ابو علي شتمت مصر كلها من الاوضه اللي عندك دي. يقول لك اتحزر. طب يلا يا لوشا هنعمل المشهد. انا عملته يا لوشا 50 كيلو وقعت. انا عملته يا فهد. خلص ايوه كروني. انت عايز ايه؟ ما انا عايز افهم انت دماغك عايز ايه. انا مش فاهم منك حاجه لغايه دلوقتي. خلاص يا عم انا نسل يا فهد. لبن ايه و50 جنيه؟ انا مش فاهم منك حاجه. طب اعمل ايه؟ احنا قلنا نعمل مشهد يمكن يضرب. اصل الناس بتصور عندك. طب يلا يلا اعمل معايا مشهد انا وانا هعمله معاك. ماشي. عايز ايه؟ بقول لك ايه يا اخويا كانسيره بقى عاوزين الكانسيره. صوتي روح.
بقول لك يا كنسيرة 50 كيلو وقعت وبتاع اللبن بقول له حد ب 50 كيلو سبته ولبن، قال لي مفيش منه لازم تكمل الحساب مش شاطي يبقى ايه، تعالى معايا ناخد حقنا بقى. اجي معاك ازاي يا اسطى؟ ما انت راجل اصلا دماغك نو دماغ جاموسه ماشيه في الشارع، هتروح تاخد منه ازاي وال 50 جنيه واقع منك يا راجل يا ابو شنب؟ طب اعمل ايه؟ وقعت خلاص ماله، هو راح هات غيرها. ما معيش تاني فلوس، هتسلفني فلوس؟ هسلفك فلوس ليه؟ ما انت بتكسب في اليوم الله اكبر بمواعيدك 400 الف جنيه. طب هات لي بقى، انا هروح بيخش لك 500 600 الف جنيه في اليوم. هروح لعم كنسيره، هروح للوشا يحل لي. يا لوشا. ايه يا كروان؟ ايه يا حبيبي؟ انا وقعت مني 50 جنيه يا لوشا ورحت لاخوك، ها؟ ما رضيش يديني فلوس يا لوشا ويقول لي بتكسب وانا مش معايا فلوس. معلش انا بس عايز اقول لك الحاج، خلاص يا جنزير، خلاص بقى قلت لك. بص، هو الراجل البقال ملوش ذنب، هو عايز فلوس، ادي حاجه. حاجه انت تسلف لي فلوس اول الشهر لما ابط الطحنك. انا هديك ال 50 جنيه بس انا طالب منك طلب. ابوس رجلك، بلاش تشتم الناس، نهارك ازرق. ابوس انت اللي بتشتمني يا لوش. خلاص انا مستني ال 50 جنيه على فودافون كاش. هم اخواتي زي ما هم. شرفت بيكم كروان شويه واجي لك. يومك سهل فل. ام ساكته يا قلبي، ما تضحك. يا كروان حبيبي فهد، ها؟ عشا رجاله قوي، عشا عشان حاكي لي قسما بالله انت عارفه. صح، يومك سهل فل يا حبايبي. اقسم بالله عم ابو علي في خيابه في حتوره مطلعني طب الابلكيشن. الله يعز محمد شاكر، شكرا يا حبيب اخوك، كله يتيب محمد شاكر. ابو علي اول لما يخش كفه منه على الاخر كله يتيب. حضرتك انا عامله بقى ايه سنه؟ ماشي سنه. بس شيرتات بيضاء او مغير البس تيشيرت ابيض ولا اعمل ايه في الليله السودا دي يا كرهان؟ كلكم تيشيرتات بيضاء في ايه؟ او مغير ومالي لو سمحتي البسي زيي بجد؟ ابداوا جوله. طيب جوله. طب انتوا هتعملوا ايه يا جماعه؟ جوله واحده من المسموح فيها كل حاجه. ماشي يلا تكبيس لحد ما تكبيس يا ولاد المتضايقه مع بعض. اللي انضم للتكبيس جماعه تكبيس بالله. تعالى انت، عشان انت بصراحه يعني اسمك سخيف شبهك، وانت حد سخيف جدا. اما ابو علي يا اسطوره الله يعزك والله، اخويا الكبير في خيابه وحطوه الحلوان ده. ومحمد شاكر يا حبيبي شكرا، كله يتيح في القبيحه اساسا. اخواتي اللي انضم يدوس على الشاشه تكبيس وشير من النار جماعه تكبيس. يلا مع بعض تكبيس لو سمحتوا. مع بطل الشد جماعة تكبيس يا اخويا. ازيك يا احمد؟ شبح الحتة يا احمد 5 في 6. ازيك يا احمد؟ معلش انا بحب استظرف كده كتير. لا براحتك. عامل ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. يلا يا جماعة عاوز والله. طب اخلص مع نور 4 تايه وكروان كايلة رايحين عقبال الحجة ان شاء الله. تكبيس يا جماعه. قلت ايه هتدخل مع شكر؟ انا كنت لسه مع حكمني جولتين. اخواتي اللي انضم يدوس على الشاشه. غنيت يا كروان، غنيت وابدعت. النار اخواتي. لا شاكر اخويا وانا بلعب معاه، ما بلعبش تيتو، ما ينفعش تايت لعب تيتو. طب ابن بلدنا اللي مشرفنا. هو ايه اللي بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله؟ لا لحاجه في دماغه اكيد. ما العبش انا تيت شاكر ابدا. عيب عليك. وكده طب اسطوره الابلكيشن وبابا الابلكيشن. يلا التيشيرت يا اختي دخيله الابيض اللي لابس ابيض الكلام مع بعض يا كمان. الاخوات اللي في القلب اقسم بالله حبايبي كله يتفع مع بعض بعضنا في ضهر بعض. يا جماعه تكبيس انت فين يا شباب؟ انا ما اعرفش كروان فاهمه رد قال على جملتي ايه. بقول له كنت لسه بلعب معاه وحكم بيقول لك انا ما العبش ضده يعني. لا هو بيتكلم في حاجه ثانيه. ايه اللي استني انت كمان متخلف؟ لا ايوه صح جماعه تكبيس لسه بفرحك وبقول لك حطيت الفلتر وغنيت سامعني اللي هو عشان تعرفك لايف تكبيس. انا بعد كده في كل جوله هقفل. انا بتكلم اللي هو عشان عمال احكمك فرحت اتحكم بفهمك. ايوه عم هو حكم ولا الوراقم تقول تكبيس من نور اخويا كده جست كل شيء تكبيس نورهان. ممكن بعد كده تبعتي لي ريحه الشاي ما فيش ورد. نورت ليه؟
وممكن بعد كده تقولوا لي انتوا افريكيشن. انا هسيب انا حكم الناس الكروب تكبس اقسم بالله. هو فين تكبس انا ونورهان اصلا؟ ورب الكعبه انا ونورهان حبايبي فين تكبس انا ونورهان؟ يعني انا بره البيت ده تمام. انا مالك لا ناخد الجوله انا ونورهان والله العظيم ما هينفع. لازم ناخد الجوله انا ونورهان. طب تعالوا كبسوا يا شباب. لما انزل من الدوله بتكلم معاكم. شوفوا ابو علي يلا يا شباب كلكم تعالوا. والله العظيم ابلك احمد وانزل يا جدعان لو فضلت على الحوار ده. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب. انا مالي يا لمبي؟ انا ذنبي. شباب مع بعض. تكبيس يا جايز يا جايز ما تطلعوش حاجه. يلا يا شباب مع بعض مع بعض. بص احمد ايه المتخلفه دي؟ شباب مع بعض مع بعض يا شباب. عاش ابو علي ومحمد شكرا يا جماعه. انا كنت في الكروب انت كتب عشان انت ما اتحركتش اصلا. كنت فاضي مصيطنا ودي فين احمد؟ احمد ده مش شرابيه يا كروان اخويا والله العظيم. بجد خلي في بالك من الشرابيه. من نم الشرابيه احسن ناس. الله يخليك من اي حته انت عارفها في الشرابيه. لا من نم الشرابيه. والله ابيض سطع في وشي كده ليه يعني؟ والله حسيته سطع في وشي والله العظيم. في الشاطر بقى ما ينفعش ابيض يلبس ابيض. ايوه والله في ايه؟ عند الشيخ بتاع الحمام الله يرحمه. الله يرحمه يا ابن اللذينه جدع. ده انت قديم بقى. ايوه عندك عندك يا فنهان زي يا شباب وابو علي كله يشوف نوصله 6000. منورنا يا احمد شريطه ابن كحل. طبعا هياخد الجوله جحفله. نورهان هياخد الجوله جحفله. انت من الوين؟ انت منين يا كروان؟ قاعد في الويلي؟ ما انا عارف مش من الويلي من الحتاية انا. اضايق؟ خدوا بالكم عشان هيجحفلوا الجوله. هيجحفلوا الجوله يا جماعه. تكبيس عشان هيجحفلوا لان كروان سوسه. اخواتي اخواتي اللي انضم يدوس على الشاشه. يلا يا شباب مع بعض. علي علي يا قلبي يلا. يا شباب مع بعض. قول له ما يخشش انور كايلو. ايوه سجلني دراما كفو مع بعض. ان شاء الله. يلا يا ليل يلا اخواتي اخواتي السماعه على المكتب زي ما انتم عكوفات. نكسب الجوله قسما بالله. هتضايق عكوفات عكوفات. الشباب مش عكوفات عمر عكوفات هيجحفلوا عكوفات. عاش تدينك يا عمر اقسم بالله. جماعه ممكن تكبير برنس منير محمد. بقول لك ايه ما كبتش سكور حكم يا ماما. يلا اتكل على الله اتكل على الله. واخده منك حصل لو كنت كسبتني كنت هستخدمها. بص, بص 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 يا ماما عاوزين حد في واحده انا كنت معايا ولا عاوزين ما تقعدوا مع بعض؟ لا روح روح انت. وانا عايز ايه؟ فين فين رايح فين؟ عم هروح لعم بحكت تيجي معايا. مين عم بهجت؟ خد نورهان اللي عايش في نيويورك. تولى تعالى تعالى بص على عم بهجت وارجع لي. ماشي يلا روحي. قال للولي بهجت عايزك تعالى نروح نحق عليه شويه ونرجع. امد شويه. ايه عندك مستوى؟ عشان بهجت عنده مستوى. انا لسه كاسبه. ما عنده داعم كده يا عم. انت لسه كسبتني؟ ده انت البنت هربت منها عشان كانت هتحط عليك ال هو اللي كسب صح الكولتين. ايوه افتكر. لا 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 انت عيلتك الساكره اقوى مني يا عم بحكت. بص بياكل ازاي يا جدعان. اللي ما عملش فولو الحساب يعمل فولو. عاوزين نوصل 200,000 النهارده في الحساب ده يا جدعان. تكبيس يا شباب مش هو عادي يا كروان اللي هو بيعمله ده كروان اللي بيحب عم بهجت يا جدعان. محتاجين 33,000 فولور عشان رجاله. عاش اه والله محتاجين 33,000 فولور يا رجاله. نعم ابن السيد نجاري وحياة امك. نايم صح؟ والله نايم. يلا يلا مع بعض. يلا رجاله. يا علاء يا ريس يعني بهجت صابر طلبها بالفوم وانت مش عايز تطلبها. شكلك وحش يا اسطى قوي. اطلع بره. خير يا يا شباب مشيت. ناس مزعلينك ليه يا كريم؟
يشتموك يا عم باجا. يا عم لا ما تقولوش كده. عملت لهم ايه؟ عملت لهم بيوت. انا ما بحبش اللي شبه كده. جماعه 26 ورد يا شباب اللي هيبعت ورده لاشراف. اشراف ورد يا شباب. ورد عاش. تكبيس يا جدعان شيلوا تكبيس. ورد طب لو كان عاوزين نوصل 200000 يا جدعان. ورد هعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. عاش يا شباب عاش. اسرع ورد 26 ورد من 26 حساب يا رجاله. ورد عندي ورد عند الاناسه. ورد عندي ورد عند هاجر. ورد يا عم ورد عندي ورد عند هاجر. ورد يا شباب عاش يا رجاله. عيب ورود 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 عايش. ماشي كده ورد يا شباب مع بعض. يلا ورد ورد عاش 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 ورد. كفو كفو تكبير تكبير شباب مع عاش الرجاله عاش مع بعض. نشد اللي دخلوا ما عملناش فولو يعمل لنا فولو على السريع يا رجاله. محتاجين 33000 فولور نكمل ال 200 النهارده. بس بالله عليكم تفهم الموضوع علي. الله يعزك مع بعض. الله يعزك يا اسطوره مع بعض. يلا يا رجاله مع بعض يا شباب يا رجاله. البلاد في كل بيت منهم تشوف مع بعض. وفقر روحهم أقسمت في الأرض ولد بلدنا دي شاوي وبنولو. هو ايه خلي اللي انت مسكرته كيف؟ إنه يعني الفروض الولاء. إنه يمأمئ ما مع بعض. فروض الولاء مع بعض. يا احمد شعدر في حاجه يا احمد شعدر ولا ايه؟ فاكر طالع كده زعلت ليه يا عم؟ في مشغل الجو بسخن الجو. انت بتكلم مين انا ولا مين يا كريم؟ ابويا يا جماعه وربنا ابويا العشق قسما بالله الاسطوره. تستاهل يا كروان والله تستاهل كل خير. انت طيب الله يعزك يا كيمو. والله العظيم يا كروان انت طيب وتستاهل قسما بالله. انت والله حسيت حب وقت زمان قصير. الحلو بيتخير معنى الحب بنكتبه صوت الحق بنسيف واللي كان احلى ساكن رحله بننسفه يا كيمو. العب يلا رجاله اللي ما عملناش فولو يا جدعان. عاوزين 3 كام؟ 33 ولا 32 دلوقتي؟ عاوزين 32000 فولور. 32000 فولور يا رجاله. عاش اقسم برب عاش. لو بيتكبسوا شكلكم بس انتوا مشكله. لا انا غني لنا انت. غني لنا انت يا اسطى. غني انت كروان. كله يشوف ابو علي ابويا. تكبيس شباب كل الاغنيه في تكبيس تكبيس. النقيب احمد عادل ارحب. الشعريه دي يا كريم ما ببطلهاش تقعد قدامك مشكله. ايوه اوصي في قلبي حاجه. انت عندك اي يعني امراض سكر ضغط حاجه من الحاجات دي؟ اه عندي سكر. عندي سكر. لا والله العظيم. الف سلام عليك يا عم بحكي. وعليك يا لهوي. ما هو بص اكتر مكان بحرق فيه السكر وانا على البث. بجد عم بجد الناس كلها لما بيجوا الناس بيفكر بعض الناس بتفكر انا جاي ينرفزني عشان يرفع السكر واموت. ابدا والله كابتن نقيب عامل ايه؟ انا ما عملتش حاجه والله.
يا عم انت الصفحه فيك انت بتصدق الحريطه احبس الكراوات. طب ارمي اسد واسلمه لي. يلا يا رجاله قولوا القران قال لك كده وخلاوه ام. ايوه يا عم. لا ما قالش والله العظيم كده. تكبسنا مش حلو تكبسنا مش حلو. 32000 محتاجين 32000 فولور يا رجال. 32000 فولور يا رجاله ونكمل ال 200 عاد يا رجال. تخيل نقيب كل اللي موجودين على البث يلا يا جدعان نخرج من الجوله دي ب 4-5000 فولور يبقى كده اتعشت عاش يا رجاله. يلا يا رجاله. عم بهجه. نعم. طب هو مش ال مش مش البتاع ده السكر غلط عليك؟ لا 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 غلط بس بص في حاجات كتيره بتحصل للانسان ملهاش تفسير. يعني مثلا انا عملت عمليه قلب مفتوح 9 شرايين كانوا مسدودين من ضمنهم شريان كان مسدود 100% للقلب. يعني كل الناس قالوا ده ميت انت هو وركعت عشت تاني سبحان الله. لا ولما عملوا العمليه انا كيبي عسل العمليه نجحت تمام لكن يلا يا رجال اصبت بمرض تاني كنت بموت قعدت شهر ونص تقريبا كل يوم اموت فيه لكن هو لسه عايش انت خلبت القطط الله اكبر. ايوه لا قطط ايه قطط ب7 ايوه صح 45 يوم ما شاء الله ودينا موجودين فما اوعى ربنا يبارك في عمرك وانت بتتكلم عن الامراض بتتكلم عن المحكة والله ابويا وصل اوعى تنسى قدرة الله اوعى تنسى قدرة الله ومعاد موتك ربنا محدده قبل ولادتك ايوه فعلا صح مكتوب في كتابك يعني يا بابا يا بابا يا الله يعزك يا بابا رجال كفو منك يلا يا شباب تمام نشد مع بعض نشد يا جوكر ميرسي نسيت انك كيف بيقول لك طول ما انا في الساحه مش هخلي حد مساعد انت بتقول له عملت لك فولو انا شايل له الفولو شلته له قسما بالله ليه كده يا عم مش يا عم تلاقي حد صاحبك ومغير الاسم ما انا بقول كده لا يا عم انا شلته له انا اقسم بالله يلا يا رجاله 32000 فولور ونكمل ال 200 انت عملت له فولو انت بتقول له عملت لك فولو يا ست النقيب كنت بضحك شلته له انا والله يا ابويا لو اقسم بالله يلا يا رجاله عاوزين نكتسح الجماعه دول ابو علي الاسطوره كله يطيب دول كذبونا يا جدعان الاثنين الطيبين دول كذبونا يا رجاله ما يصحش كده يا عم بشحت يا عم كروان كلنا بنشحت في الشتا بس طيب ماشي ما انا بقى يعني بقلب رزقي يعني طيب ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب شكرا شكرا بس عاوزين ال 34 ال 32000 فولور يلا يا جدعان بس ايه رايك بقيت محترم اهو ولا ايه رايك كويس شاطر يا الكروان ربنا ينفعك الناس التعليقات اللي كانت بتسوحني اقسم بالله عم بحر ماشي يا كروان ماشي انت راجل محترم على ايه يا كروان على ايه؟ امال فين شاكر؟ شاكر فين يا بابا يا بابا يا بابا الله يعزك اقسم بالله بجد انت بجد جاي في استقطاب بجد؟ يعني ايه استقطاب؟ مش فاهم يعني شباب 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 عاوز ريتش بجد كله يطير بس بدعم الحساب حبيبي ما هو انا عاوز اعجل يا حبيبي بالموضوع يعني لان الحساب ده ممكن يتحذر في اي لحظه فلما يتحذر وهو عليه 200000 غير لما يتحذر وهو عليه 100000 فلما يرجع بيبقى راجع اقوى انا بص هو مين قال لك انه هيركع لو الحساب عليه مليون 10 مليون واحد واتحذر يا بابا واتقفل ما بيهمنيش ما بيهمنيش بعمل غيره يعني بس اشتغل واجتهد لان انا عندي رساله عاوز اوصلها بس كده صح فعلا يا شباب كله يشوف ابويا يلا انت بتقول صح فعلا يا كروان يعني انت بتأيد بهجة صابر؟ بأيده في ايه؟ الكلام اللي هو قاله دلوقتي ده؟ انا مال انا بهجة صابر انت في ايه يا عم انت؟ ايه ده؟ في حساب اسمه ام كروان لا انت واحدة بتستقبل ده هو ده هو ده النقيب يالا ده النقيب وغير اسمه بيستخف تم فك وعنده رقم 36
استخفي تامه كويس اللي شلت الفول وشفت ليه انت زعلان مع ال... انت زعلان مع وانت يعني زعلان ليه معايا الشباب كله يشوف ابويا يا حبيبي عم بحكي اتشرفنا بيك يا جماعه كلكم تكرم يا غالي تكرم يا غالي تحياتنا ليك يا حسن عم يا هاجر شكرا يا كريم مع السلامه كل رباعي يا ولا ماشي يلا يلا مع السلامه تنسوش تعملوا لنا فولو رجاله قبل ما تمشوا خلاص خلاص كماعة كماعة كله يشد كله يتيف أبويا كماعة أبو علي الأسطور إيه يا مولي عامل إيه؟ الفنان بتاعنا أقسم بالله أخويا العشاء عامل إيه يا مولي؟ الحمد لله يا قلبي أنت عامل إيه؟ حبيبي يا مؤمن اخويا اخويا وربنا يا جدعان اخويا الفنان انا سمعت انك بتلعب والله ثنائي ولا رباعي اللي انت عايز على انا وانت كان نخش رباعي ماشي يلا اللعبه على احكام يا مول لحد لسه فاتح ناس ما جاتش بس يلا يا عم عاتي يا عم هيكولك والله عشان انت تكبيسك اقوى من تكبيس ايتا هنكسبه تكبيس ايه يا شباب اقول لكم ايه انا لو كسبته هخليه يغني ويا ويلي انا بقى لو انت انت كبست مع بعض على الشاشه خليك انا مثلا انت تسكن اقسم بالله كله على الشاشه كله على الشاشه كله على الشاشه يلا يلا مع بعض خليه يغني خلي الفنان يغني دلوقتي بس اقسم عشان اقدر احكم عليه يلا تكبيس بس تعالى يا يا خف انت 1036 خش بلوك تكبيس تكبيس بس تكبيس مش عايز اي حاجه غير تكبيس ريحي حقك وخد بالي اديله بقى يلا كله يعمل شير كله شير كله شير اي حد يصمم لي على راسي وابو علي يا كمان والنبي تفوت اسطوره ابويا خمس مرات على الشاشه خمس مرات